اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومردا جميلا إليك غير مخز ولا فاضح، ومردا جميلا إليك غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين، ومرافقة حبيبنا عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنان يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا توفيتنا، ارحمنا إذا توفيتنا، عافنا إذا أبقيتنا، سامحنا إذا أغمدتنا.